وحول تزايد ظاهرة الاعتداء على المعلمين في العراق وأسبابها أيضا، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والعراقي أحمد الجميلي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا بك يا مرحبا. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني لا يمر أسبوع حتى ترصد حادثة اعتداء على أحد المعلمين. بداية، ما هي الأسباب من وراء تزايد هذه الظاهرة برأيك، لا سيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003؟ نعم فعلا، يعني هذه ظاهرة باتت تتكرر بين يوم وآخر في عموم مدارس العراق. الأسباب كثيرة، لعل أبرزها هو أنه ذلك تراجع مخيف وكبير في القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع العراقي، كونه أحد المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب وما تعرض له العراق في السنوات الأخيرة، وخصوصا بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم على هذا البلد. الحقيقة دمر كل القيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية، وباتت تتحكم في المجتمع ظاهرة المخدرات وظاهرة الميليشيات وظاهرة السلاح المنفلت الذي ضرب كل القيم الاجتماعية. يقابله ضعف الدولة وضعف مؤسسات الدولة وتراجع أيضا قيم التربية والتعليم وقصور المؤسسات التعليمية والتربوية لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تتكرر يوم بعد آخر. كما أن هنالك أسباب أيضا يتحملها المعلم نفسه، حيث يجري يعني اختيار المعلمين وفق وسائل ووفق شروط للأسف غير صالحة. يعني يتم ترشيح معلمين للتربية والتعليم غير كفؤين وغير مهتمين للقيام بهذه المهمة الكبيرة والخطيرة التي سببت ارتباط مباشر بهذه الأجيال الصاعدة، حيث نشاهد أن هنالك مدارس وما يتسرب من مقاطع فيديو بين يوم واخر ان هنالك يعني معلمين يقومون بالرقص والغناء والتعامل مع الطلاب وكانهم اصدقاء احد واحد. يعني العمليه يعني التعليميه لا يتم التعاطي معها بجدية. أستاذ أحمد، يعني التربويون يتهمون وزارة التربية الحالية بعدم إيقاف مسلسل الاعتداء على المدارس. السؤال هنا، هل بالفعل يعني من يتحمل المسؤولية هي وزارة التربية الحالية فقط، أم أنها كمنظومة الحكومة بكل مؤسساتها هي فعلا من تتحمل المسؤولية عن هذه الاعتداءات؟ بالتأكيد نعم، يعني المنظومة الحكومية بكل مؤسساتها تتحمل هذه الاعتداءات. كما قلت اليوم المعلم هو الحلقة الأضعف في المجتمع العراقي. كان هنالك طغيان كبير لدور العشائر، وكذلك طغيان كبير وتمادي لدور الميليشيات في المجتمعات، حتى بات المعلم العراقي اليوم يخشى أن يرفع صوته أو حتى أن يمد يده على أحد الطلاب خوفا من الملاحقة العشائرية، وكذلك خوفا من أن يكون هذا الطالب يعني أبوه ينتسب إلى إحدى الميليشيات أو إلى إحدى الجهات الأمنية المؤثرة في العراق. لذلك يعني الفشل يتحمله الجميع، ابتداء من المؤسسة التعليمية وانتهاء بالطالب الذي صار يتمادى كثيرا على المعلمين وعلى المدرسة وعلى بناية المدرسة وحتى على زملائه الآخرين، لأن والده يمكن أن يحتاج الميليشيات أو لأنه والده متنفس في إحدى الأعشار العراقية التي باتت يعني تهجم على المدارس وتهدد المعلمين بسبب كلمة أو بسبب تصرف. طيب سيد أحمد، يعني ما خطورة أن يكون هناك فساد وتدخلات سياسية وأيضا نزوح، لا ننسى موضوع النزوح، يعني كيف يؤثر كل ذلك في تراجع
عملية التعليم في العراق وتفشي ظاهرة الاعتداء على المعلمين، خاصة بموضوع الاعتداء على المعلمين، يعني كيف يؤثر كل ذلك على هذه الظاهرة؟ للأسف يعني كل هذه الظواهر وكل هذه الأسباب أثرت بشكل كبير على مستوى التعليم في العراق. كما تعلم اليوم العراق يعني خارج التصنيف العلمي لكبرى المنظمات المختصة بالتربية والتعليم. الجامعات العراقية في تراجع وخارج الاحتراف، حتى أن الطالب العراقي صار يعاني عندما يفكر في الدراسة خارج العراق لأنه يعني جاء من تعليم غير معترف به في الدول الأخرى. يعني كل هذه الأسباب أدت إلى تراجع التربية والتعليم. أيضا ما تعرضت له المجتمعات في العراق وغيرها من الدول، أيضا ظاهرة التعليم عن بعد يعني سببت تراجع كبير وتأخر كبير في حركة التربية والتعليم، حتى بات الطالب العراقي مسؤول وغير متفاعل مع الدروس، وما ادى بالفعل الى تراجع المستويات التعليميه. نعم. وصار يعني الذهاب للمدرسه حمل كبير يواجهه الطالب العراقي وكذلك العوائل العراقيه. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي احمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.